السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكون كامل بخير وعلى خير. اليوم جيتكم باش نكملوا درس في المسلول. الدرس الاولاني تعلمنا مسلول تاع الزوج يجي سامبل، وزنا خدمنا تاني مسلول تاع ثلاثه ودورنا عليه التسعة. اليوم جيتكم بهذا المسلول يجي كروازي كما كنتم تلاحظوا هنايا. واش نسحقو كيما موالف؟ عندنا ليكوي هذا النوع اللي طويله ورقيقه، وعندنا خيط هذا النوع رقم 24، هاوي هذا سبيسه تاع شبيكه. ولي يجيها صعيب في الخدمه باسكو هو رقيق، هذا النوع على الخيط جاي رقيق كما قلت لكم. تقدروا تخدموا بالخيط تاع الكروشي رقم 16 16. كي توالفي تمشي يديك تخدمي بهذا الخيط رقم 24. بسم الله نبداو. انا واش عندي؟ رسمت مستطيل، العرض تاعو يجي 2 سنتيم 2 سنتيمتر ولا 1.5 ان دمي في هذا الموديل تاع المسلول اللي وريته لكم درك. نبدا بسم الله. نديرو عقدة تاعنا حتى البداية. نبداوها في الكوا، نقطع هاد اللفة، نديرو عوينة هنا في الطرف، عوينة صغيرة، نحطوها لتحت، نديرو نحكمو هنايا تانك في الطرف. نحطو لتحت في هذا الخط، نديرو عوينة صغيرة فوالا. دوكا نطلعو نجيبوها لهنا في هذا الخط، ما تزيروش البنات كيما ورت لكم المرة اللي فاتت باش ما تتكملش الناس الخدمة. هاكا دوكا نجيبو الخط، شدوها من الفوق، نديرو عوينة هاكا البرا تحت الخيط ونجبد. دوكا وين نروح؟ هنا نحكم في هاد الخيط البرا تحت الخيط ونجبد. دايما نرخي شوية، منزيرش يعني بزاف بزاف، ما نرخي بزاف فوالا. دوكا وين نروح؟ نحكمو في هاد السطر هنا في الخيط هذا هكا، والخيط هذا يكون من فوق البرا من تحت ونجبد فوالا. دوكا وين نروح؟ نجيبها له في هاد الخيط. دوكا نزيد نحكم هنا تاني، دايما البرا تكون تحت الخيط هاكا. دوكا وين نروح؟ هنا ماشي كيما كنا نخدمو في المسلول اللي وريت لكم هاكم. تلاحظو البنات ويتشكل لنا زيكزاك، نزيدو تاني كنحكمو هنا في هاد الخيط، وتاني كنديرو عوينة صغيرة هاكا، ونطلعو للفوق ونربط. حنا في المسلول الأول كنا نديرو هنا شكل عوينات كيما هذا، نحكموها هنا نديرو عقدة
العوينه وتجي هنا لتحت في هذا الخط كما راكم تلاحظوا. فوالا كنا نديرو هاك ونديرو عوينه هنايا نطلعو للفوق. كيف ما تكون فهمتوني البنات، شوف راكم تلاحظوا في الزيكزاك كيفاش يجينا مسلول هذا، وما كاش اسهل منه. سهل ومهل، نجيبو لهنايا غير في العرض ديالو لازم يكون 2 سنتيم 1.5، ما تعرضوش بزاف للعرض باش يجيكم شباب. فوالا هذا فيه 2 سنتيم كيما هذا، لاحظوا هنا هذا فيه 1.5. باسكو كون ديرو العرض تاعكم كبير تاع 2.5 ولا 3 يجيكم مزعق ويكون محلو بزاف ماشي مليح. هاكا كيما تحوفو شباب، تبقى تكونوا فهمتوا الشرح البنات. شوفوا هنا اسمها ربطات، يجيو غير في هاد الخيوطة ونحكمو في الكوان تاع الخيط تاع الماشينة. كاين انواع تاع مسلول ماشي غير هادو، كل يوم كل خطرة نحط لكم درس على المسلول باش تعلموهم كامل. ان شاء الله نكملو غير هكا نوضو هنايا عوينة لي دايما هنا في الطرف تاع الخط، نعاود نهبط نكملو هكا البنات. نوصلكم يكون شرح مفهوم، ونتلاقاو تاني في دروس واحد اخرين ان شاء الله. مازال كاين دروس راهم يستناو، تبقى واش راني ندير. حاجة لي مفهمتوهاش ولا كتبوها لي في التعليقات. فوالا فوالا راكم تلاحظوا البنات، شوفوا الزيكزاك تاع الجنة. فوالا البنات نتلاقاو في دروس واحد اخرين ان شاء الله يا ربي. نقولكم مع السلامة.